ضابط عسكري جزائري أطلب المساعدة من المغرب لإخماد حرائق. وفي التفاصيل، تتواصل الحرائق في الجزائر في استمرار لخسائرها الكبيرة في الغابات والممتلكات والأرواح البشرية، وتزايدت حدتها مؤخرا بسبب ضعف وقعية إمكانية الجيش والحماية المدنية الجزائرية. وقد خرج الضابط عسكري السابق أنوار مالك في مقطع فيديو طلب فيه الرئيس عبد المجيد تبونة باللجوء إلى المغرب للمساعدة في إخماد هذه الحرائق، وذلك بالاستعانة بطائرة كنادير التي تمتلكها القوات الجوية المغربية. وناشد الناشط الجزائري في نفس المقطع قائلا: لماذا تستمر فقط العلاقات مع الجارة المغربية؟ ما الفائدة التي حصلنا عليها كشعب من ذلك؟ لو كنتم قد حافظتم على علاقة جيدة مع الجيران لأتيح لنا دعمهم ومساعدتهم في إطفاء الحرائق باستخدام طائرتهم الكنادير الفعالة. وأضاف الضابط الجزائري مالك: المغرب ليس لديه غاز أو بترول، ومع ذلك يمتلكون العديد من طائرات الكنادير التي تساهم في إخماد حرائق بشكل فعال. أما نحن فنفتخر بالتحدث عن قوة ضاربة باستخدام البالا والرملة والتيوات، وهل هذا هو مظهر القوة الضاربة؟ أين الدول التي تنفق ملايين الدولارات على قوتها لكسب الأرباح؟ لماذا لا يقدمون المساعدة الآن وينقذون شعبنا وأبناء جيشنا الذين يموتون في النيران؟ نشكركم على حسن المتابعة.